مساء الخير، اهلا بحضراتكم، لكم التحيه ويوم جديد من صاله التحرير. قبل ما ارحب بضيوفي عايزه اقول لحضراتكم انه هو ايه الفرق بين الدوله واللا دوله. الفرق بين الدوله واللا دوله هو الفرق بين الخراب وبين البناء بالظبط، هو الفرق بين الدمار وبين التنميه، هو الفرق بين من يريد مصر ولايه ومن يريد مصر دولة متقدمة، هو الفرق بين من يريد الدولة ومن يريد اللا دولة. مين بيريد الدولة؟ اللي بيريد الدولة هو الشعب المصري الفاهم الواعي. مين بقى عايز اللا دولة؟ اللي عايز اللا دولة هم جماعة الإخوان من خلال قنواتهم سواء في قطر أو في تركيا، وده بالتحريض المباشر للدمار والخراب. أعتقد الفرق واضح ما بين الشعب المصري عايز إيه وما بين جماعة الإخوان من خلال قنواتهم ومن خلال السوشيال ميديا بتاعتهم عايزة إيه. إحنا الشعب المصري عايز دولة مش عايز فوضى، لكن جماعة الإخوان عايزة فوضى وعايزة إلا دولة.